اليوم الورود 90 عام على الدبلوماسية الشعبية الروسية المتمثلة في الوكالة الفدرالية للتعاون الشامل الدولي والشؤون الدولية لكل دول الصحراء المغتربين. هذه المؤسسة غير اسمها أكثر من مرة على مدار 90 سنة، وهذه المؤسسة هي المعنية بتأسيس المراكز الثقافية السعودية سابقا والروسية حاليا في جميع دول العالم، وبالتالي تحصل هذه الفرصة لتقليل عدد من نمو الثقافة المصرية الذين حرصوا على دعم العلاقات الثقافية بين شعوب روسيا ومصر. الدكتور حلمي الحديدي رئيس منظمة أفضل من أفراسيا وصاحب العديد من التماثيل التي أقيمت في مصر وفي روسيا، والأول مرة في تلك العلاقات في تماثيل روسية في مصر وتماثيل مصرية في روسيا. وعايزكم كمان تهنوه تهنية خاصة جدا لسه ما تعرفتش في مصر، هيقابل بوتين بعد أسبوع. عايز أشكر السيد أليكسي روبرتوفيتش وأشكر مركز الثقافة الروسي لحرصه دائما على نشر الثقافة الروسية في مصر، الأمر الذي يسعدنا جميعا. وأنا عايز أنتهز الفرصة الحقيقة وأقدم حاجة للأستاذ شريف جاد على أساس أنها تكون إن شاء الله مزمع تمثال مزمع إقامته في دار الأوبرا المصرية. التمثال اسمحوا لي التمثال للمؤلف إن شاء الله بنعمل باسم الجمعية المصرية لخدمة الجامعات المصرية والجامعات المصرية السوفيتية، نعمل على إقامته في دار الأوبرا المصرية. شكرا جزيلا. بنحتفل بمرور 90 سنة على إنشاء الدبلوماسية الشعبية الروسية والمراكز الثقافية الروسية خارج حدود روسيا، الأمر الذي يعتبر كان البداية الحقيقية لإقامة تواصل حقيقي بين الشعبين المصري والروسي من خلال دفع ودعم حركة الترجمة لترجمة الآداب المصرية إلى اللغة الروسية والآداب الروسية إلى اللغة العربية. دي نقطة. النقطة الثانية من خلال الحرص على تواجد المصريين في المهرجانات الدولية الروسية، والحرص أيضا على دعوة الروس من فنانين وموسيقيين ومشاركين في جميع المجالات الفنية إلى مصر لتعرف الشعب المصري عليهم. النهاردة على سبيل المثال بنحتفل بهذه المناسبة في المركز الثقافي الروسي، وبنستضيف فرقة موسيقية روسية حتى يستمتع ويتعرف الجمهور المصري على هذا اللون من الموسيقى الروسية.